لأن هذه المحافظة كما قلنا ضربت الأمثلة في كل المجالات، وبالتالي تشكل لنا قدوة للعمل التنموي والعمل الإنساني والتوافق بين كل أبنائها، بين كل أبنائها. وأنا أقول لكم بصراحة أن هذا التوافق الذي أنتم تكونوه اليوم، وحتى من خلال المجلس الأعلى للمهرة اليوم، أنا أقول أن هذا التوافق اليوم ينبغي أن يكون قدوة لكل المحافظات. السياسة تنتهي اليوم، ممكن يكون هناك أحزاب وبعد 5 سنين 20 سنة ستنتهي هذه الأحزاب وتجي أحزاب أخرى. اليوم ممكن يكون لك موقف سياسي معين وبرامج سياسية معينة، يمكن بعد فترة سيكون عندك برنامج سياسي مختلف. من الذي سيبقى؟ الإنسان. أنتم يا أبناء المهرة الذين ستبقون، وبالتالي حافظوا على هذا التوافق لأن أنتم الذين ستبقون هنا، أما السياسة فهي متغيرة. وبالتالي أنا أحييكم على هذا التوافق الموجود هنا، وهذا التوافق ينبغي أن يستمر، وأن نشجع نحن في مجلس القيادة الرئاسي ونبعد كل المحافظات المحررة وفي المقدمة المهرة من الصراعات والخلافات والتباينات، لأننا لدينا اليوم مشروع إيراني توسعي يريد أن يقضي على الجميع، وبالتالي ينبغي اليوم أن نتوحد كلنا ابتداء من مجلس القيادة والحكومة والمكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية وكل الأحزاب، ينبغي اليوم أن تتوحد لمواجهة هذا المشروع التوسعي الإيراني الذي تقودها الميليشيات الحوثية الإرهابية في بلادنا.